صفقة انتقال متعب الحربي بكل تفاصيلها، بكل الجنون اللي صار فيها في اللحظات الأخيرة، وانتقالها من جهة لجهة، والجهتين دي الهلال والنصر، يعني مش أي جهتين. والله شوف، هذا صراع، يعني أنا أعتقد أنه طبيعي في كرة القدم، وصراع نشوفه دائما يعني بين الفرق المتنافسة، يكون تنافسها داخل الملعب، في سوق الانتقالات، في كل مكان التنافس بينها موجود، وهذا شفناه في برشلونة وريال مدريد في تنافسهم على استقطاب اللاعبين، على نجم واحد، الأشياء اللي تصير بينهم. تحول الصفقة حقيقة يمكن الرهيب من البارح إلى الليلة، أيضا لو تجي تقيسه تجده يمكن كان يعني أمر طبيعي. الشباب من حقه يبحث عن العرض الأفضل، العرض الأفضل وصل من نادي الهلال، كان أفضل من عرض النصر، اللاعب انتقل في الأخير إلى الهلال. أنا بس في حقيقة هذي أمر مهم جدا اللي هو بس نتكلم فيه، يعني الهلالي الحقيقة ما هو يعني محسودين، أنا أعتقد أنهم في زحام من النعم، يعني من ناحية البطولات، من ناحية يعني الاستقرار اللي هم عايشين فيه على مدار السنين، تاريخهم الطويل، العمل المؤسساتي اللي يتميز فيه النادي عن بقية الأندية. لكن أحد أيضا أكبر النعم اللي يعيشها الهلالية حقيقة وجود مثل هذا العاشق الأمير الوليد بن طلال، اللي لا يمكن، أنا أقولها وأنا يعني أعيها الكلام، أنه لا يمكن أنه تجد له شبيه في كل عشاق كرة القدم. ترى أنت تجي تتحدث عن مئات الملايين، وهذه مثبتة بالأرقام خلال السنوات الماضية اللي ضخها هذا الرجل لصالح نادي الهلال، تجد مئات الملايين اللي صرفها رجل واحد، ونحن نعرف أنه المال عديل الروح، يعني ما هو شيء ترى سهل. يمكن الجمهور ترى على فكرة وهم جالسين بتويتر أنه لا نبغى كذا رجالات الهلال، رجالات النصر، رجالات الأهلي يقفون، ترى مثلا ما هي بسهلة، الناس بتدفع من جيوبها، المال عزيز على الناس، ومع ذلك نشوفه يبذل يعني ما قالوا الغالي والنفيس من أجل الهلال. التغريدة العظيمة حقيقة اللي قالها رئيس الهلال هذه تجسد حال الوليد مع يعني الهلال، أنه في كل أمر تجده يقول لهم فعلا أبشر. الهلاليين دائما يعني يرددون أنه عندهم 70 بطولة، أنا أقول لهم عندكم 71 بطولة، الوليد بن طلال هذا لوحده بطولة، وبطولة تقف خلف كل بطولة يعيشها الهلال، وتقف خلف كل إنجاز. هذه أهم البطولات الهلالية حقيقة، وجود مثل هذا الرجل اللي قاعد يدعم بلا حدود، واللي قاعد ينقل فريقه من مكان إلى مكان. هالرجل اللي طموحه ما يتوقف أبدا عند شيء معين، يعني يصل بفريقه إلى وصيف كأس العالم لا يتوقف الطموح. تجد الهلال يعزز يعني صفوفه في كل مرحلة، في كل سوق انتقالات تجد الهلال يقوى ويقوى 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 أكثر من السابق. تجد الهلال أو الهلاليين لا يرضون مثلا بأنهم يقفون حتى على مستوى معين، حتى هم في الزعامة، كل هذا يعني خلفه مثل هذا الرجل. حقيقة محسودين على الوليد بن طلال. أنا أشوف أنه الأمر طبيعي، يعني شوف اللغط اللي صاير في السوشيال ميديا بين جماهير الناديين، لابد انه نعي انه هذه صراعات كرة قدم يعني في كل مكان ترى موجودة، وفي كل اقطاب الكرة، في كل دولة، قلت لك في برشلونة، في ريال مدريد بينهم مثل التنافس واكثر. مبروك يعني لمتعب الحربي انتقاله للهلال، مبروك لهذه الصفقة، مبروك للهلاليين على وجود هذا الرجل حقيقة الوليد بن